اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. طبعا منورني نجم كبير جدا كالعاده، النادي الاهلي دايما بيجيب نجوم وبحث عن النجوم، النجوم اللي شكل النادي الاهلي. شفنا قبل كده نماذج كبيره جدا جدا قدموا لنا صوره كبيره في مصر هنا وشرفوا بلدهم قبل ما يشرفوا اساميهم وشرفوا النادي الاهلي، زي جيلبرتو، زي النجم الكبير فلافيو. ان شاء الله يبقى جيراردو نسخه ثالثه من هذان النجمان الكبيران جدا. رحب بهذا النجم الكبير جدا، نورني في قناته او مكانه النادي الاهلي، اهلا بيك. شكرا لك جدا. شكرا. كل الجماهير الاهلاويه مستنياك وعايز تسمع قد ايه انت متفاعل مع النادي الاهلي، طموحاتك، حاجات كتير جدا، اسئله كتيره جدا جدا على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام. ليك جمهور كبير جدا، جمهور النادي الاهلي قاعده عريضه جدا في مصر، واكيد انت عارف عندنا اسئله كتيره جدا. لكن تعالى نطلع نشوف في او عن النجم الكبير، النجم الانجولي اللي من اصول برازيليه، او هو قول لي الاول لحسني، هو اصوله برازيليه ولا العكس؟ Eu nasci em Angola. Angola? Mas fui emigrei para o Brasil muito بس, cedo. Então, بدري للبرازيل. A minha formação praticamente foi lá no Brasil. فنشأتي كانت في البرازيل. اوكي. يلا نطلع نشوف في او عن هذا النجم الكبير ونرجع نتواصل مع حضراتكم، واكيد هسأله في اسئله كبيره جدا حضراتكم بعتينها، ان شاء الله نكون معاكم سؤال بسؤال. نطلع نشوف في او عن هذا النجم الكبير ونرجع نواصل مع جيراردو. ارتبطت جماهير الأهلي بأنجولا وبلاعبيها عبر تاريخ ممتع قدمه المهاجم فلافيو وزميله جيلبرتو في الجيل الذهبي للقلعة الحمراء، بجانب أبو التريكة، محمد بركات، عماد متعب، محمد شوقي، عماد النحاس، حسام عاشور، وائل جمعة. لم تفقد جماهير الأهلي تواصلها بالثنائي التاريخي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو من خلال إخلاصهما وتواصلهما الدائم بناديهم في كل الأوقات والمناسبات. قدم الفهد الأسمر جيلبرتو دليلا قويا بدور مؤثر في ضم القاطرة الأنجولية الجديدة جيرالدو للأهلي خلال شهر يناير الجاري. جيرالدو الأنجولي الجديد في صفوف الأهلي، ولد في 23 من نوفمبر عام 91، خطف الأنظار بقوة مع ناديه أول أغسطس خلال فعاليات النسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا عبر أهدافه وانطلاقاته التي تعلقت بها جماهير الأهلي ومن قبلهم جهازه الفني. فطار مهندس الصفقات عدل القيعي إلى أنجولا، عاد باللاعب الذي يظهر مستوى مميز في الوقت الذي شارك فيه مع فريقه الجديد. جيرالدو قاطرة أنجولا وفهد الأهلي الجديد في قناة الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومنورني النجم الكبير جيراردو. جيراردو ولا جي راودو؟ عايزين نتاكد من الاسم لو سمحت، يكون طبعا معانا او معانا في الترجمه فعلا حسني خطاب، دايما بيشرفنا بنهارنا هنا في الاهلي ودايما بيكون مترجم على احسن ما يكون. عايزين نعرف هو جيراردو ولا جي راودو؟ جيراودو. جيراودو يعني احنا كل ده بنقول غلط. فاز بارت كونتيس. بتحصل كتير. بتحصل جيراردو. نور الدنيا تاني. وطبعا بلدك التانيه مصر، وجمهورك في انجولا هو جمهورك هنا كمان، بس طبعا قاعده جماهيريه كبيره جدا مستنيه منك الكتير. كل الاسئله او معظم الاسئله او معظم الفانز بتوع الاهلي او الفانز بتوعك كمان، بقى ليك فانز كتيره جدا، بيقولوا عايزين جيراردو استمراريه لجيلبرتو ولفلافيو. Sim,
جيلبرتو وفلافيو تينيو ما جران ستوري كي نو جيلبرتو وفلافيو ليهم قصه كبيره هنا في الاهلي يو فين براكا با كونستروي مي ستوري وانا جيت هنا عشان ابني قصتي تيون سيرتيز كي وانا متاكد ان فاريون بون ترافالي كي انا هعمل شغل كويس هنا باستان دمي كي داري انا عارف ان الناس مستنيه مني حاجات كتير وانا هحاول ادي احسن حاجه عندي دايما كون داري سابيلا ستوري كي اللي شكريفانو كي وانا هكمل على نفس القصه الجميله اللي هم كتبوها هنا وانا جيت ابني قصتي برضو كمان وانا متاكد ان جماهير الاهلي ومعجبين الاهلي وباكد لهم ان انا هديهم احسن حاجه ان انا اوصل لاهدافهم مستنيين كلنا مستنيين لكن تعالى نرجع ورا شويه تعالى نرجع من اول مفاوضات الاهلي معاك كابتن عادل الكويعي اول ما سمعت ان الاهلي عايزك قولي رد فعلك ايه كان عندك طموحات ان انت تروح النادي الاهلي سمعت عن الاهلي ازاي يعني خلينا نبدا الاول اول ما سمعت ان انت هتروح النادي الاهلي كان ايه رد فعلك كجيراودو يو اش كان سنتمنت اونيكو اش كنت شايف انه احساس فريد ان كل لاعب عايز يلعب في الاهلي ولا اليوم جراند كلوب الاهلي نادي كبير كواندو شيجو او كونفيت برام بودرس لما جات لي الدعوه ان انضم للاهلي كي جاتابا كومبليت سويس دي سايد دو كلوب دو بريمير غوس فانا كنت في مرحله ان كنت عايز اخرج فيها من نادي بريميرو دي اغوستو بس النادي ما كانش عايزني امشي بس انا لما شفت اسم الاهلي ما قدرتش ارفض طبعا العرض ده دا غوست كيريا كو بيرمانيسيس كيريا كو تيفيس اوت ديستينو بس اي كون باريسيو الالي انا كنت راسم لنفسي مصير تاني بس لما ظهر النادي الاهلي وعرض النادي الاهلي قلت ده مصيري الصح فبالنسبه لي كانت حاجه جميله جدا لما عرفت ان الاهلي كان عايزني انضم للمجموعه وللنادي بالنسبه لي كانت فرحه من الاول للاخر وبالتاكيد انا كنت عايز اجي هنا فعلا وجيلبرتو كمان وفلافيو ليجارون برا مي وجيلبرتو وفلافيو كمان كلموني وكلموني كتير عن النادي كون جوبرت لا ناسيليسيون لما كنت بلعب مع جيلبرتو في المنتخب كلمني كتير عن النادي ولما ظهر الاهتمام النادي بالتعاقد معايا ففلافيو وجيلبرتو الاثنين كلموني ونصيحتهم فعلا ان ده المكان الصح اللي اروح والقصه وقصتهم هنا مع المكان دوت فده كان احسن مكان بالنسبه لي ده عملوا احلى قصص ان شاء الله تسطر كمان انت كمان تاريخ ليك هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيساعد اي حد يا جيراردو بيساعد ان هو يبقى نجم كبير جدا وبيفتح له بوابات احتراف كبيره جدا وراه جمهور وقاعده جماهيريه بتشجع وبتسند اي لعيب لغايه لما توديه لقمه النجوميه. ولا ليون جراند كلوب كبير هو معروف في العالم كله فاكيد لو عملت هنا شغل ممتاز بورتس مليارز ابريران برمينا ففعلا هيبقى في ابواب تتفتح لي في اوروبا فعلا لكن انا هنا دلوقتي في اللحظه دي مركز في الاهلي عايز اكسب بطولات واعمل تاريخي هنا وقصتي هنا واخلي كل الناس راضيه وعلى اساس توقعاتها 100 وتطلعاتها لشغلي والنادي كمان اللي واثق فيا وفي الكوره بتاعتي فانا عايز ادي احسن حاجه عندي واقصى حاجه عندي لان اساعد النادي ان يكسب البطولات بتاعتهم الالقاب. جميل جدا، تعالى نرجع قلت لي ان انت كان عندك طموحات ثانيه قبل ما الاهلي يظهر في الصوره. قول لي ايه الطموحات اللي كانت عندك؟ كان في ترجي التونسي اللي كان بيتفاوض معايا برضه ان اتعاقد معاهم وبيتفيست كمان. وكانوا برضو كانوا بيتفاوضوا معايا عشان اتعاقد معاهم وكان في نادي في البرازيل كمان كان عايزني ارجع لهناك كل ده كان قبل ما ادخل في اتصال مع نادي الاهلي بس اول ما دخلت في اتصال مع الاهلي كان هو ده الاتصال الصح فقلت هو ده وافقت على طول ما كانش ينفع نرفض طبعا عرض الاهلي وجيت على طول جميل جميل لو سمعت عن نادي الاهلي كجيراردو نفسه بقى سمعت عن الاهلي كنادي ولا من نجومه؟ حبيت النادي الاهلي مش هقول حبيته انت لسه هتحب النادي الاهلي وتعشقه كمان اي حد بيدخل النادي الاهلي بيعشقه وبقى جزء منه. لكن قول لي النجوم اللي خلتك تتشجع ان انت تروح النادي الاهلي باستثناء فلافيو او جيلبرتو سمعت عن مين نجوم او ولا الاهلي كبطولات هو اللي شجعك اكتر؟ أه
كما تشديت على اليوم كلوب مويت كومين زي ما قال نادي النادي الاهلي نادي معروف وبيتكلموا عليه كتير في افريقيا اسمي اللي شابه مويت تزمار فده خلاني متحمس جدا اسم الاهلي اكومبانيا ماز فوتبول كا دو كييو بوكي انا عيلتي اللي تابعت الكره في افريقيا اكتر مني ان انا رحت البرازيل بدري فما كانش عندي وقت اني اتابع الكوره في المنطقه هنا بس الناس كلها لما عرفت اهتمام الاهلي بالتعاقد معايا كلهم كوميسانا فالا مويت سيري فيرداد ابتدى يتكلم معايا كتير وقالوا فعلا الاهلي بيتفاوض معاك قال فردت عليهم قلت لهم ايوه طبعا النادي ده اكتر نادي معروف في افريقيا وفلافيو جيلبرتو شجعوني جدا الناجي ولما جيت النادي الطريقه اللي اتعاملت بيها هنا حسيت ان كاني في بيتي الناس كلها استقبلتني كويس جدا ولو حتى في الشارع الجماهير والمعجبين بيستقبلوني وعاملوني كويس جدا فده اداني الدافع ان اشتغل دايما كل يوم عشان اجيب الفرحه للناس دي ده لسه كمان لسه كمان لما تلعب وتفرح الجمهور جمهور النادي الاهلي يا جراودو ما بيفرقش معاه اللعيب الحريف بيفرق معاه اللعيب اللي يحس بالنادي اللي يحس بالجمهور اللي فعلا عارف قيمه النادي الاهلي زي ما انت بتتكلم عليه كده وعارف تيشيرت النادي الاهلي عندنا في مصر او الجمهور عندنا حاجه اسمها روح الفانيلا الحمراء روح الفانيلا الحمراء دي دايما الجمهور بيدور على اللعيب يبقى عنده روح الفانيلا الحمراء اللي بيقنع الجمهور اقناع كامل قبل ما يكون هو لعيب حريف او لعيب مهاري او لعيب جوان لازم يكون عنده هذه الصفه acho que isso é muito importante para time grande como o Al Ahly então ففعلا انا في نادي كبير زي الاهلي فانا فعلا في الصح الصح ونادي نادي الانتصارات وليه عدد كبير من البطولات فكل الانديه اللي رحت فيها حصلت على بطولات كتير فاتمنى ان اقدر اجيب بطولات هنا كمان في الاهلي طول ما انا لابس تيشيرت الاهلي ادافع عن التيشيرت باقصى حاجه عندي لا عشان الناس تبقى راضيه عندي tem um esforço enorme então isso faz com que os jogadores se motivem فده دافع بدي دافع كبير للاعبين انهم يدوا اكتر حاجه عندهم ويخليني كمان انا مرتاح في اني ادي اقصى حاجه عندي اكيد شفتك في اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي رسميه في الدوري شفتك ما شاء الله كنت بتعمل مجهود عالي جدا عايز تقنع الناس باول ظهور ليك مع النادي الاهلي لكن جت الاصابه عندنا اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي لما اللعيب الجديد عموما اللي بيبقى نازل بقى مبسوط وعايز يقول للجمهور انا لعيب كويس وانا لعيب اهلاوي لما بتصاب هو بيستغرب بيقول لنفسه لا 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 انا ما اتصبتش انا كويس انا مش مصدق ان انا اتصبت قول لي اول احساسك لما حسيت بالاصابه اي عايش كي باتو جوغادور هو بالنسبه لاي لاعب هو حاجه مش كويسه انه يتصاب في اول ماتش دي بس ان في اول ماتش ببقى عايز ادي كل حاجه بيبقى عايز فعلا يظهر كل الامكانيات لان احنا موجودين هنا تم التعاقد معانا على اساس الحكايه دي زي ما قلت حاجه مش كويسه تحصل الاصابه في الاول procuro sempre dar uma melhor. بس انا دايما في حياتي بيوم ورا يوم بحاول ادي اقصى حاجه عندي ولما حصلت الحكايه ديت الاصابه اتقربت من عيلتي وهديت دماغي خالص وانا دلوقتي في لحظه كويسه اساسا في عيلتي ان انا ابني الاولاني اتولد فدي الحاجات دي خلتني اتعدي الصعوبات واتخطاها اتولد امتى؟ كوندو ناسيو tem vai fazer um mês dia 6 de fevereiro. يوم 6 de fevereiro vai ter um شهر. اوكي اوكي مبروك. شكرا. اسمه ايه؟ Como é que chama? Muito obrigado. Qual é o nome dele? Davi Lucas. Davi Lucas. Davi Lucas. اوكي اوكي. يعني لو قلت لك خلاص انا استشفيت من جواك ان انت يعني جو هارد اور جو هوم. ده الحاجه اللي انت دايما ماشي بيها اللي هو دايما اروح جو هارد جامد جدا عشان اثبت وجودي واثبت ذاتي لو عندك مقوله انت دايما مؤمن بيها ممكن تقول لي ايه هي دايما الشغل الهارد ورك فعلا لان الشغل القوي ده حاجه اساسيه لان الموهبه لوحدها مش كفايه لازم الموهبه مع الشغل مع التضحيه مع اكبر مجهود بالطريقه ديت بنوصل لاهدافنا جيلبرتو لو اتكلمنا عليه كمثال او حاطه قدام عينيك او فلافيو جيلبرتو لعيب محترف كان احترف في النادي الاهلي وسطر اسمه بحروف من ذهب فعلا
والنادي الاهلي او لما عملنا اعلان بحجم كبير جدا للنادي الاهلي الشركه الرائعه النادي الاهلي شركه وي جابت جيلبرتو كحاجه جميله جدا حطيته في الاعلان ده كان ليه اثر عليك؟ دي حاجه جميله جدا بتبين ان هو بيبان ليه تاريخ فعلا كويس جدا في الاهلي وبالنسبه لي ده تحدي كبير ان انا اقدر اعمل تاريخ او هنا في النادي اللي انا بمثل انجولا بمثل البلد اللي كان فيها الاثنين اللاعبين الكبار دول اللي عملوا تاريخ كبير هنا في النادي فانا لازم عليا دلوقتي مسؤوليه ان اعمل نفس التاريخ لأن شايف النادي الأهلي نادي يستحق يبقى فيه كرة كويسة ويبقى فيه الأحسن النادي الأحسن وأنا أكمل وأنا مبسوط جدا من النادي مقدر الشغل اللي عمله جيلبرتو وعمله فلافيو وأتمنى إن أنا بكرة أبقى أوصل نفس المكان مع إن جيلبرتو كان بيرفع كروسات لفلافيو بس ما كانش بيعمل لنا أي كروسات هم كروسافا فرانينجان هم قدروا يجيبوا بطولات كتير مع النادي هنا و فبالنسبة للاعبين دايما انه مهم جدا يعمل تاريخ هنا مع النادي اكيد جيلبرتو وفلافيو جزء مننا ومصريين بالدرجة الاولى كمان واهلوية من العيار الثقيل جيلبرتو معنا على التليفون نرحب بيه جيلبرتو مساء الفل جيلبرتو Boa noite, خير وحشنا جدا ووحش كل الجماهير الأهلوية. أنا كمان وحشيني جدا. أنا لعبت في النادي 8 سنين فتقريبا هم زي عيلتي. انا وحشني الجماهير وحشني القاهره وحشني فده فخر كبير لي ان انا شاركت هنا في النادي جيلبرتو لازم اسالك انطباعك عن وجودك من ضمن الكبار او النجوم الكبار في اعلان الشركه الرائعه للنادي الاهلي كان انطباعك ايه عن هذا التواجد أنا شايف إن الأهلي نادي كبير وحاجة فدي حاجة إنها تشجع الشباب اللي موجودين في مصر لفكرة الإعلان ديت فاللعيبة اللي عملت جزء من الإعلان ده ففي لعيبة احنا بنشجع لعيبة الشباب اللي ممكن تكمل في نفس الطريق اللي مشيت فيه النجوم دي mas sem pressão, porque é um jogador que tem talento, agora é preciso que os adeptos, o clube em si, o ajudem no sentido de ele poder ففي لعيبه كتير عندها موهبه عايزه تشارك في انديه زي في النادي الاهلي فده اعلان زي ده وفكرته بتشجعهم. اكيد جيلبرتو لو كلمتك على جيراودو شايف ان هم ان شاء الله ممكن يكون امتداد لنجوميه جيلبرتو وفلافيو؟ Pode falar mais alto, fazer o seu trabalho, fazer a sua história, isso é mais importante, porque é impossível comparar o Flávio, o Roberto, o Rodrigo, o Paracato,
Quer dizer, os jogadores fizeram isso, né, no clube, né, saídas, são coisas completamente diferentes. O que temos que fazer é acarinhá-los, mas essa nova geração de jogadores com muito mas bem-se mais geral do الجديد كلهم بيلبس التيشيرت بفخر فلازم نساندهم بالطريقه ان هم يقدروا يقدروا يعرفوا بيها المستوى اللي عم يلعبوا عليه اساس حجم النادي و... الصوت مش واضح agora, mas é preciso que haja um acompanhamento de vídeo, todo o apoio necessário para que eles possam alcançar esse objetivo. نديهم كل المساندة المطلوبة للجيل دوت ان هم يوصلوا لاهداف النادي. يعني جيلبرتو حسني هو سريع، كان لعيب سريع، لعيب مهاري، عشان كده كمان سريع في كلامه، فحاول يعني حاول تكون معاه. جيلبرتو شفت لحظات تاريخية مع النادي الاهلي وشفت لحظات كتير قوي جميلة، لكن قول لي اجمل اللحظات اللي علمت في تاريخ جيلبرتو كانت ايه؟ صعب ان اختار اللحظات، كانوا 8 سنين فيها نصر كتير للنادي وفيها وكان في ساعتها في مساندة من مجلس الإدارة ساعدنا جامد، ومدرب كان بيتطلب مننا شغل كتير، كان مستر مانويل جوزيه، فكان في كل الناس كان شغل مترابط مع بعض، المدربين واللاعبين كلهم قدروا يعملوا تاريخ مع بعض، فالنادي الأهلي ليه حجم عالمي فيستحق إنه يكسب بطولات و واللعيبه اللي موجودين اكيد دلوقتي برضه عارفين حجم المسؤوليه اللي عليهم، لان هيبقى في دلوقتي تاريخ مختلف، بس الهدف هو دايما الفوز بالماتشات او الفوز بالبطولات الاهلي بيدخل فيها. بس دلوقتي انا برجع عيد تاني، ما ينفعش ان احنا نعمل مقارنه بين الماضي وبين الحاضر، اكيد فاحنا لازم دلوقتي نبص لقدام ونبص للاعبين الموجودين، اكيد اللعيبه اللي النادي اختارهم ونشجعهم بطريقه تخليهم يشتغلوا بطريقه تخلي النادي الاهلي انه تاني يكسب بطولات افريقيا، لان اللعيبه ديت بتلعب في نادي مش بس بيلعب على الدوري المصري، بيلعب في افريقيا كلها، فاللعيبه ديت ممكن تدي الفرحه لكل الجماهير لنادي كبير زي النادي الاهلي. اكيد جيلبرتو انا هني معاك طبعا، توحشنا جدا، نفسي اقعد اتكلم معاك علشان بس نجم جيراردو لسه نحفظه. لو قلت لك او كل جميل اهلاويه مستنياك توجه نصيحه واحده بس تكون نصيحه من ذهب لهذا النجم الواعد، ممكن تقول له ايه؟ انت في مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي، فانت بتحس فيها بالقوه، فيها كل الامكانيات اللي بتتقدم لكل الرياضيين، فلازم النادي اللاعب يقدر يعرف قيمه وحجم النادي اللي هو بيلعب فيه. Tem informação que o clube fez uma grande ginástica para poder contratar jogadores que possam, de alguma forma, resgatar a mística do clube. É isso que nós queremos, resgatar a mística do clube. E quando eu falo resgatar a mística do clube, نمشي على طريق النادي، مش بس نكسب بس الدوري المصري، نكسب كمان كل البطولات اللي النادي بيدخلها. فده كمان اللي اتعلمه في النادي الاهلي، ان مش ده بس الفوز بجوه على المستوى المحلي، فوز كمان على مستوى
الافريقي والقاري القاره الافريقيه. فبيلعب في نادي كبير زي نادي الاهلي فلازم يبقى على مستوى البطولات دي كلها. جيلبرتو طول عمرك لعيب كبير جدا وشخصيه مميزه جدا وكلام كلامك كلام مميز جدا وكبير جدا جدا. يا ريت يعني كان الزمن طال بيك وكنت لسه مشرفنا في النادي الاهلي كلاعب. وحشنا جدا جدا ان شاء الله تكون متواجد معايا هنا نعمل بقى معاك لقاء حصري لكل جماهير الاهلاويه اللي مستنيه تشوفك وتسمعك كتير جدا. شكرا جدا لهذا النجم الكبير جيلبرتو. ودسينج ايه رايك؟ ايش فانتاسي جيلبرتو un grande amigo, um grande. Oh, Gilberto, صديق كبير وشخص كبير. هو ساعدني كتير عشان اجي هنا. هو اللي قاله فعلا صح ان يالي realmente tiveram esforço grande para me cá estar né. ان النادي وهو عملوا اقنعوني وكلموا معايا ان اجي هنا. فانا فعلا هنا بشكره على الكلمات وانا بقول انها هدي احسن حاجه عندي هنا. Flávio tiver na história dele aqui, eu tenho que construir a minha. Tu عارف ان هم الاثنين اليوم التاريخ بتاعهم هنا فانا كمان هدخل معاهم في نفس التاريخ دوت. فبتمنى ان اقدر اعمل تاريخ كبير انا كمان. انا شخصيا متفائل بيك وكل جميل اهلا. Ele tá muito otimista que vais conseguir fazer uma coisa aqui e todos adeptos também. Que todos acreditam no teu talento também no teu espírito. Oxalá que o Flávio مستني منك كتير بالشغل وبالعمل. تعالى نتابع الفانز بتوع الاهلي على السوشيال ميديا عموما فيسبوك وتويتر وانستجرام. الحلقه لايف على فيسبوك دلوقتي لكن تعالى ناخد بعض الاراء من جماهير الفيسبوك. راهنت عليك حمدي السيد بيقول راهنت عليك لما كنت بتلعب فريق بريميرو انك ورقه رابحه جدا لفريقك الانجولي واليوم اراهن عليك بانك ستكون افضل المحترفين الافارقه في جدران النادي الاهلي. مرحبا بك في نادينا العريق ادعوك لاثبات ذلك فانت لاعب تستحق الثقه. انا هزلي الكلام بصراحه. شكرا. كوميشمو سنتي. بوتي سيرتيزا كو ايري فازير ايسي ايلس ايران واتمنى انه فعلا يكونوا راضيين عن اللي هقدمه هنا في النادي ان انا هقدم اقصى حاجه. جاي لك كميه اسئله كتيره جدا فناخد اسئله ونرجع تاني نتكلم عن جيراردو الشخص قبل اللعيب كمان. في محمد اشرف بيقول لك مستني منك الكتير لازم تحط قدام عينيك جيلبرتو وفلافيو اسطوره بالنسبه لينا كانوا قاتل في كل مشاركه ليك مع الفريق. صح. خلي بالك الجماهير عندنا دلوقتي بقوا مدربين وبقوا نقاد لكن في الاول وفي الاخر هم روح النادي وهم فعلا حمى هذا النادي. Mas acontece todo torcedor é bom quando o torcedor faz parte do clube. صح فعلا الجماهير بتعمل جزء كبير من النادي. زي الدرع على الصدر وهم الحمايه فعلا. فكل اللعيبة حاجة جميلة جدا لما يكون الجماهير حاضرة دايما فده بيخلي أي لعيب مبسوط. أكيد. محمد كامل بيقول السلام عليكم نعتز بتواجدك معانا موفق بإذن الله بس أحب أعرف أكتر مركز بتحب تلعب فيه. Eu tenho uma أنا ليا خاصيات معينة لما جيت والناس كتير كانت بتقارني مع فلافي وجيلبرتو بس أنا ليا خاصيات مختلفة عن الاثنين. أنا بلعب أكتر من الناحية اليمين. فأنا لاعب ببني هجمات أكتر. فأنا فعلا بجيب أجوان كتير بس أنا لعيب أكتر اللي بين الهجمة فأنا ليا خاصيات مختلفة عن الاثنين. فأنا لعيب بلعب أكتر على الطرفين في الملعب. على الطرفين. مايز إمبارا كي نا ميا كاريرا بس دلوقتي في شغلي لما ابتديت لعب كورة ابتديت في النص زي ورا راس الحربة بس دلوقتي بلعب أكتر على الطرفين لأن أنا سريع جدا. على الأطراف السرعة دايما اللعيب السريع بيحب يلعب على الأطراف. بيحب يلعب كمان على عدلته اللي هي بتفتح الملعب يستغل سرعته وياخد ثرو باص. تحب تعمل اجوال اكتر ولا تجيب اجوال اكتر؟
جول é uma sensação fantástica. الاهداف احساس جميل جدا. باس e fazer gol, preferia o gol mais. بس بين الباس والجون اكيد بفضل الجون, بس برضه اكون مبسوط لما بعمل اسيست لحد زميلي. فانا برضه بقدر الاسيست, فالكره اساسها الاجوان, فبالنسبه لي بختار الجون. حسام عاشور عامل معاك ايه؟ نينتندي. كوميك شتاو حسام عاشور وميديو سنتر. كوميك شتاو كنت حسام عاشور. حسام عاشور وميديو سنتر. ديز كي. تا تود بي. كويس جدا معاك. لسه ما حفظتش الاسماء. عند نون ذا كوراشتش نومش. حسام عاشور احنا بنسميه. يعني انا ديكوري نوم دو ميدو. فاكر اسم جونيور جاي. ميدو جونيور جاي سهل. دو كوليبالي. كوليبالي. لسه حسام عاشور لسه مصاب, ما لحقتش تلعب مع النجوم لسه الكبيره. للاسف عندنا اصابات كثيره قوي. دو صلاح. صلاح اسم صلاح برضو نفسه. صلاح محسن. صلاح محسن. لسه احمد فتحي. هتشوف احمد فتحي كمان. Alguns nomes não consigo lembrar agora. في اسماء مش متذكرها دلوقتي بس. مين اكتر لعيب اندمجت معاه لغايه دلوقتي؟ اشكو وجونيور. متهيألي جونيور. لانه دايما بيبقى موجود بيكلم معايا كتير, لان عشان بيكلم انجليزي. وانا كمان بكلم شويه انجليزي. بس في لعيبه ثانيه برضه بتواصل معاهم. Eu sempre jogador novo quando chega no outro clube. بس دايما انا دي فورمز انا عارف ان لما لعيب بيوصل جديد للنادي بيتم استقباله بطريقه مختلفه. بس هنا لا, تم استقبالي بطريقه جميله جدا. فانا عجبتني جدا الطريقه اللي استقبلوني بيها, لان هم اللعيبه كلهم حسيتني اني قريب منهم لما وصلت. فدي حاجه جميله جدا, لان انا كاني لقيت عيله فعلا ليا, واتمنى فعلا ان اقدر اساعد العيله دي. انت لسه كمان لسه اصبر بس كده, الجماهير تحسك قوي كمان, وانت تقنع الجماهير بيك هتلاقي الموضوع مختلف تماما, هتبقى ملك متوج ان شاء الله. قلت لي ابنك اتولد يوم كام؟ نايسو جا 6 يناير. يوم 6 يناير. يا نهار اسود يا جماعه. 6/1 يعني. عارف 6/1؟ نعم. مش عارف؟ طب سيزو؟ يعني والله صدفه. والله يا جماعه صدفه, يعني انا اللي ركزت بس. وطبعا زمايلنا في الاعداد وائل كمان قال لي ان اتولد يوم 6/1 صدفه. انا جايب نجم كبير وابنه مولود 6/1, ده شكلها بصوا يعني ان شاء الله فعلا هيبقى حاجه مميزه جدا. 6/1 دي بقى يا سيدي احكي لك قصتها بقى. احنا يا جماعه بنتكلم, انا لازم افهم الراجل 6/1 ايه. 6/1 احنا عندنا ناديين كبار في مصر. النادي الاهلي طبعا كبير جدا بانجازاته وبطولاته, وفرق كبير جدا بينه وبين اللي بينافسوا, بطولات كبيره جدا, عدد كبير جدا من البطولات, حوالي 50 بطوله كده. جيراردو مش عايز الخبطك يعني, ولا انت عارف التاريخ؟ عارف تقريبا. جيلبرتو حكاها لي, بس حابب انك تشرحها لي تاني. اشرحها لك طبعا, ده كل الجماهير مستنيه. 6/1 دي يا سيدي احنا كسبنا نادي الزمالك 6/1, ده الغريم التقليدي بتاع النادي الاهلي. كسبناها, دي كانت اكبر نتيجه في بين الفريقين 6/1. عشان كده 6/1 احنا بنحتفل كل سنه ب 6/1 كنتيجه كبيره. يعني لما تكسب نادي الزمالك, نادي الزمالك نادي كبير طبعا, كسبناه 6/1 نتيجه كبيره جدا كانت. وانت ابنك مولود 6/1, صدفه دي ولا ايه؟ ولا انت قاصد؟ Então nasceu no dia 7. Acho que. Não deixou de ser? Com a minha esposa, para ele nascer no dia 7. هو كان هيتولد يوم 7 وهو قال له انا قلت لمراتي ان هيتولد يوم 6. ده انت لا لا بص, يعني هي جت صدفه, لكن هتشوف ردود افعال مش طبيعيه على 6/1. ابنك 6/1. Pois é. Então ainda bem, né? Ainda bem que é uma coincidência boa. كويس ان هي جت مصادفه جميله. شفت, جميله جدا. ان شاء الله تكرر الانجاز ثاني, وعشان تقول لابنك كمان انا اتولدت يوم 6/1 واحنا كمان عملنا 6/1. مش لازم نادي يا جماعه بعينه, يعني بتكلم مع النجم يعني في اي مباراه. Com certeza, vou deixar aqui, vou contar uma história fantástica. بالتاكيد انا احكي قصه بس جميله.
يوم 6/1 كل سنة هتلاقي كمان احتفالية خاصة لابنك كمان مع الاحتفالية الخاصة الأهلوية، تبقى على الفيسبوك بقى وعلى كل وسائل السوشيال ميديا عموما. ناجي لك اوكي اوكي سبيرنسي بولير. قول لي عايز تقول حاجة؟ تفضل. ما يزالت انا زكي تفليس، انا مبسوط هنا في النادي، حاسس ان انا مبسوط وتم استقبالي بطريقه جميله جدا. فانا شايف بالنسبه لي كان ان لوغار اون فاز بين مي ديش فليز بلوش كونفورتابل. انا اش كي شايف ان السعاده دي بتخليني حاسس اني مرتاح، وشايف ان الشعب المصري شعب مستقبلني كويس جدا. فبالنسبه لي حاجه ممتازه ان اكون في المكان ان اكون مبسوط فيه، دي حاجه اهم حاجه بالنسبه لي، وانا مبسوط فعلا هنا. كل اللي بيجي مصر بيبقى واحد منها خلاص جيراردو، اكيد كمان انت كمان اهلاوي كمان، فالموضوع مختلف تماما. كل اللي بيدخل النادي الاهلي، واكيد جلبرتو حكى لك، اكيد فلافيو لو اتكلمت معاه يحكي لك يعني ايه لعيب داخل النادي الاهلي، بقى جزء من النادي الاهلي خلاص، بيصنع تاريخه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدي تاريخ مميز جدا مع اي لعيب، مش عشان احنا كلنا انتمينا النادي الاهلي، دي حقيقه فعلا. لما تيجي تبص في بطولات النادي الاهلي هتلاقيه بطولاته كبيره جدا مميزه جدا، النادي الثاني في التتويج العالمي للبطولات بعد ريال مدريد. فنادي كل لعيبة الدنيا، كل لعيبة مصر، افريقيا، الوطن العربي، كلهم يتمنوا الانضمام لهذا النادي العريق اللي دايما بيربط الناس بيه، وان شاء الله تكون واحد من هذه المنظومه الكبيره جدا. شكرا جدا عليك. انا فعلا متابع وشفت فعلا حجم النادي، وطبيعي ان اي لاعب حابب ان يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وفريق كبير زي النادي الاهلي، فانا مبسوط الحكايه دي اكيد. تعال نروح على تويتر. محمد عبد المنعم بيقول لك انا مش هسالك بس هدعي لك ربنا يوفقك لانك من ريحه الحبايب. مش عارف ريحه الحبايب دي هترجمها لك ازاي بقى حسني يعني. شكرا ليك. في كمان محمد السيد بيقول لك يا جماعه انا بحاول ندخل كلنا في الحوار، عندي اسئله كتيره جدا وممكن اعمل معاه حوار، لكن انا متعود معاكم دايما ان احنا نخلي الحوار مش اعلامي ومستضيف نجم كبير، لا احنا عيله كلنا زي ما احنا متعودين، ودايما كلنا بنشارك النجم في الحوار. عشان كده شاركونا على اسال جيراردو او جيراردو. اوكي انت هتلخبطنا بس هنحاول ان شاء الله. محمد سيد بيقول لك ليه جيت النادي الاهلي وطموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ مش كمان شايف ان طموحي ان انا اكمل التاريخ، اعمل جزء من تاريخ النادي الاهلي. نادي كبير، نادي موجود دايما في نهائيات كاس العالم، كاس افريقيا، وكمان بطل الدوري واحسن نادي في افريقيا. فبالنسبه لي كان عندي حلم كبير ان انا اكسب بطوله افريقيا مع بريميرو دي اغوستو، ما قدرتش اوصل للهدف ده. ولما جت فرصه النادي الاهلي فانا شايف ان حاجه ممتازه بالنسبه لي، ان انا عارف ان عندي الامكانيه ان انا اقدر فعلا اكسب اللقب ده مع نادي كبير زي النادي الاهلي. فانا جيت هنا عشان اكسب بطولات وعشان اكمل كتاب تاريخ النادي الاهلي، ودي حاجه اساسيه بالنسبه لي. ان شاء الله تاخد بطولات وهتشبع بطولات كمان، تشارك كمان فيها بشكل كبير جدا. في حد من الجماهير بيقول لك المستحيل ليس اهلاوي، ولسه الدوري في الملعب، وان شاء الله انتوا رجاله زي ما انتوا معودين الجماهير، ان شاء الله الدوري تجيبوه السنه دي باذن الله. فعلا في فريق كبير دلوقتي، اللعيبه ممتازه، واتمنى انهم يقدروا يكسبوا البطوله ديت وانه يلعب معهم افريقيا. جيراردو النجم الانجولي القادم بسرعه الصاروخ، ان شاء الله هنكمل معاه بعد ما نشوف راي الجماهير في هذا النجم الكبير. لاعب مميز جدا، وان شاء الله هيبقى مستقبله كويس في النادي الاهلي. وطبعا يعني صفقات النادي الاهلي كلها بصفه عامه صفقات مميزه،
بقول للكابتن محمود الخطيب سير يا كابتن محمود واحنا وراك كمشجعين ومحبين للنادي. الكابتن محمود الخطيب علامه من علامات الكره المصريه. نقول لك سير واحنا وراك يا كابتن محمود الخطيب وراك ورا النادي الاهلي قلبا وقالبا. وهو لاعب مميز وكل الصفقات بصراحه لاعب مميزه. وطبعا معظم الانديه بتقع بس النادي الكبير لما بيقع تبقى وعيته قليله جدا ويبقى طبعا هو نادي كبير باسمه وبجمهوره وبشعبه في الوطن العربي وفي افريقيا وفي الدنيا كلها. هو لاعب كويس ومستواه حلو سريع ومهاري الماتشات بس هياخد ماتشات ويفيد الاهلي جدا يعني ان شاء الله باذن الله. انا شايفه ان هو لاعب مميز جدا هيعمل اضافه كبيره جدا للفريق خاصه بعد الاصابات والحاجات اللي حصلت الفتره الاخيره يعني. لاعب قوي وسريع ويبقى ان شاء الله اضافه كبيره جدا للاهلي وجه في الوقت اللي الاهلي محتاجه فعلا حاليا يعني. شايف ان هو ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا يعني. لاعب كويس وان شاء الله هيفيد الاهلي في الفتره الجايه وكمان في ظل الاصابات الكتيره اللي موجوده الفتره دي اكيد هيفرق مع النادي وان شاء الله النادي يروح لمكان احسن يعني. ان شاء الله هيفيد الاهلي ويعني هو لاعب شايفه متميز في ظل الاصابات الموجوده حاليا في الاهلي يعني فالاهلي محتاج للاعب زي كده يعني فان شاء الله يفيد الفريق كده ويعمل حاجه كويسه في النادي الاهلي. هيفيد الاهلي في الفترات الجايه دي عشان في اصابات كتيره جدا في الاهلي وهيفيد جدا بطريقه جميله جدا عشان هو لاعب مهاري جدا بس يعني نصبر عليه شويه يعني ومحتاج بس فرصه. هو لاعب ممتاز جدا الصراحه ويعني هو هيفيد الاهلي الفتره اللي جايه لان هو الاهلي محتاج ناس لان الاصابات كتير اليومين دول فهو متميز يعني هيطلع منه حاجه حلوه اليومين دول. اهلا بحضراتكم من جديد. من الواضح انت هادي ولا لسه ما دخلناش في الفورمه؟ انت هادي اصلا؟ لا سو سو متكاوم. انا فعلا انسان هادي جدا وانا شخص ده طريقتي فعلا ان انا هادي كده ماشي سيمبري سخين ده سيمبري بوسكان بس دايما ببتسم وبضحك بدور على الفرحه دي اهم حاجه بالنسبه لي. كان عندنا فلافيو وعندنا جلبرتو الاثنين عكس بعض تماما جوه الاوضه. فلافيو كان صاحبه قال الجمعه بس هو بيهزر معاه بيهزر معانا يعني لكن جلبرتو ما كانش بيسيب حد في حاله. انت مين فيهم؟ سودو جوبرت. انا جيلبرت. انا زي جيلبرت. انا بحب اضحك اكتر بحب اهزر بحب ابقى حاضر اكتر في الناس. انت فيك شكل كبير جدا منه كمان. ايوه متجه ديزيز. ناس كتير قالت لي كده فعلا. شكلها في شبه فعلا. ممكن عشان قصه الشعر كمان هي. شايف. نقطه فيري وكورت كمان. بس جيلبرتو امور عشان ما يزعلش مننا جيلبرتو امور شويه عشان ما يزعلش بس. لا يا سوبر سوبر بنيت لا انا احلى منه انت حر بقى انت هو يا شوت. زعلان ان انت مش مقيد افريقيا مع نادي الاهلي؟ سين كلارو فعلا طبعا زعلان. انا كان من اكبر اهدافي هنا ان انا اكسب مع النادي بطوله افريقيا. كان عندي الامنيه ديت والحلم ده. والحلم ده والامنيه دي كانت بتبقى عندي اكبر واكبر دايما وبالاراده ان انا اكسب البطوله دي فدي كانت حاجه زعلتني فعلا عرفت ان مش هقدر اشارك بس انا من بره بشجع الزمالي وبشجع النادي انه يكسب وعشان يوصل كمان لبطوله العالم للانديه وان انا اقدر اشارك في بطوله العالم للانديه دي حاجه جميله ان شاء الله. ان شاء الله البطوله تبقى اهلاويه السنه دي. المنافسه بقت صعبه قوي. الدوري كمان هسالك عن الدوري لكن ان شاء الله ان شاء الله الفريق يحقق هذه البطوله وان شاء الله تلعب في كاس العالم للانديه باذن الله. تعالى اخد سؤال بسرعه. محمد خالد على تويتر بيقول لك بتشجع مين في الدوريات الكبرى؟ اسبانيا اوغوست دو ريال مدريد سيتي ريال مدريد برشلونه نو برازيل اوغوست دو تيم يوند فوي فورمال في البرازيل في النادي اللي نشات فيه هو نادي كوليكتيفا في انجلترا في انجلترا ليفربول بحب ليفربول. اوكي محمد انت جاي لنا بقى 6-1 وليفربول لا 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 الموضوع مش لا في البوندس ليجا بحب بايرن ميونخ باير في البرتغال بورمويتش كلوب ما مش متابع الدوري البرتغالي اسبانيا
اسبانيا. اسبانيا ريال مدريد. ريال مدريد ليه كده بقى؟ بوركيه ليه كده بقى؟ برشلونه وميسي بقى. شفت بيرجاو بيقول لك حبيبي اهو. انجلترا خلاص ليفربول. مين اكبر مدرب في العالم انت شايفه؟ غوارديولا. والله انا بحب جدا غوارديولا. اشكال منتدى فانتاستيك. انا شايف انه مدرب ممتاز. بيقرا كتير اللعب. بحب طريقته في اللعب. ما شايفه مدرب ممتاز. غوارديولا غير طريقه اللعب في العالم. غوارديولا مودو ستيلو دو جوغو نو موندو. Eu gosto do estilo, para mim, o melhor estilo de jogo para mim é o que eu gosto. Ahsan Tariq Lab. Que é o da mais liberdade, que é o 4-3-3. بتدي اللعيبه اللي بتلعب في مركزي حريه اكتر 4-3-3 اللعيبه اللي بتلعب على الجنبين. بالظبط. فانا شايف ان ده احسن طريقه لعب. هو احنا لو اتكلمنا في جوارديولا ممكن نقعد نتكلم فيه انا وانت كتير جدا. اللاعب المفضل بالنسبه لك؟ انا لسه في محمد خالد. شاركونا يا جماعه، كله شارك علشان تحسوا ان انتوا دخلتوا معايا في هذا الحوار الجميل جدا وممتع جدا. لعيب جميل قوي شكل النادي الاهلي ومصري كمان زي جلبرتو بالظبط. مين اللاعب المفضل بالنسبه لك عالميا؟ Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ou Messi. São jogadores diferentes. لعيبه مختلفين. Um é finalizador nato. واحد بيفنش بالفطره والثاني بيبني هجمات وبيبني الجمل ولاعب كتير. بحب جدا الاثنين. بس انا ما بفضلش لعيب عن الثاني، بس انا بحب ان اقدر الكوره بتاعت الاخرين. طب ميسي وكريستيانو. Eu gosto dos dois. بحب الاثنين. لا. نعم. مش هسيبك. بس ميسي بيعمل كل حاجه في الكوره، يعني بيجيب جوال وبيصنع جوال وممكن يرقصنا اساسا واحنا بنتفرج عليه في التلفزيون. لكن كريستيانو بيعرف يجيب جول، لعيب سريع، لعيب مميز برضو، لكن يعني ولا برضو لسه مصمم على الاثنين؟ بس لازم نقدر الاثنين. اكيد الاثنين ممتازين. لا احنا حطينا ميتين من علامات مختلفه، هيبقى برضو اثنين ميه وميه. فالعلامة التجارية مختلفة، بس الاثنين برضو نفس المحتوى، فالاثنين فمية نوع ومية نوع تاني برضو هيفضل مية، فكل واحد ليه الخصائص بتاعته، فاحنا بنقدر الاثنين. لأن كرة القدم محتاجة لواحد زي كريستيانو رونالدو بيقدر يجيب جوان بالفطرة، واحد زي ميسي كمان بيبني هجمات كتير، فالاثنين façam muitos gols e completam. الاثنين بيكملوا المطلوب عشان يجيب جوان كتير. اوكي هم ما بيسمعوناش على فكره. ما تخافش. لو قلت لك اكبر نجم سمعت عنه في النادي الاهلي في الفتره بتاعتك قبل ما تيجي الاهلي. ابو تريكة. هو ابو تريكة. سيمبر ابو تريكة. هو ابو تريكة. سمعت كتير عن ابو تريكة. كلام كتير عن ابو تريكة وخصوصا في انجولا. جيلبرتو فلافيو ولاعيبه ثانيه كان دايما كانوا بيكلموا بيعلقوا كتير عن ابو تريكة. بيكلموا بيقولوا ايه؟ فلافيو وجيلبرتو لو كلموك على ابو تريكة قالوا لك ايه؟ كان جوغادور فانتاستيك. لاعب ممتاز. لاعب عنده مقدره وامكانيات كبيره جدا انه بيجيب اجوان وبيخلق هجمات وبيخلق لعب. era muito comentado e فلعيب بيتكلموا عنه كتير. فشايف انه فعلا منطقي حجم الكلام ده عنه، لان انا شفت فيديوهات وشفت تعليقات كتير على لعبه، لان فعلا عمل حاجات كتير للنادي وحجم كبير كلاعب زيه. سيد علي بيقول لك انا حاسس ان الحكام مش بيحسبوا لك فاولات. دي حقيقه انت حاسس كده؟ É, exato, não gosta de marcar falta para mim, não. Mas eu acho que, quem sabe, eles vêem na minha entrevista, vai mudar o conceito e eles vão começar a marcar falta. ممكن بعد ما يسمعوا الحديث ده يغيروا رايهم ويبتدوا يعملوا حساب فاولات. مع انك انت دخلت في كوره كده في اول ماتش ليك قلت انت داخل سنن سنانك. مش هنهزر بقى، مفيش تهريج خلاص. تفتكر الكوره دي؟ Sim, lembro فاكر فعلا اللعبه دي.
انت اجريسيف وفعلا لازم الواحد يلعب بقوه، دي روح النادي بتطلب الواحد يلعب بقوه. سبورتس بابا دير اجداك دايما اكون متاح ان انا اقدر اساعد النادي، فلازم ابقى دايما مستوى قوي عشان القوي بيبقى دايما كبير بعد كده. طيب سيد برضو بيقول لك سؤال حلو قوي بصراحه، هل تعلم كم عدد جمهور النادي الاهلي في مصر؟ تفتكر كم؟ مايت 60 مليون. كوانت 60 مليون. 60 مليون. 60 مليون. يس 60 مليون صح كده؟ والله اكتر من 60 مليون. تخيل، انا بحلف لك. انا imagine, eu tenho certeza que 9 são torcedores da Lali e 1 é torcedor das 3 equipes. هو متأكد ان 90% بيشجعوا الاهلي و 10% الاندية التانية. ده داخل يقصف جبهات يا جماعة، ده ايه ده؟ 6-1 و 10% الاقليات يعني ولا ايه؟ Sim, não é questão disso. طيب. Pelo que eu pude perceber, entendeu? É que é muito torcedor do Alali. Ele fehmo ان شاف جماهير كتير للنادي الاهلي. Eu vou ter sempre 5 torcedores do Alali, tem um torcedor do outro clube. فممكن من اللي يشوفهم عدد تاني ممكن 5-1، 5 الاهلي 1 نادي تاني. خليها 6-1 بقى، يعني جت على دي. فخليها 6-1 بقى. ده انت منشن ابنك 6-1، ده عمر الجماهير ما هتنسى ابنك اساسا خلاص. انت فاهم مش هيتزيد. خلاص خلاص هنقلل، يبقى 6-1. 6 الاهلي و1 الناس تاني. تعال اقول لك، احمد عيد بيقول لك لازم تعرف انك في الاهلي وجمهور الاهلي كله وراك وفي ظهرك في الوحشه قبل الحلوه. لازم تكون على قد الثقه وتقدم كل اللي ربنا اداهولك من موهبه معانا عشان تفضل ذكرى خالده ويتكتب اسمك في التاريخ، وربنا يوفقك ويبعد عنك الاصابات. شفت الفن بتاعنا؟ شكرا. انت فريق شفت شفت. اتمنى استغلال عدم قيد جيراردو افريقيا ومشاركته اساسي في الدولي لاراحه المقيدين افريقيا للوقايه من تمام. طيب في ابو العينين بيقول لك عمرك كنت تتخيل انك تلعب في النادي الاهلي؟ Se dizer que sim também estaria mentindo, mas a partir do momento que eu vim para jogar aqui no futebol, e pude acompanhar o campeonato, acho que o Alali é um time que فتابعت الدوري فشفت ان الاهلي فيه نادي كبير، فاي لاعب حابب ان يلعب في نادي الاهلي، فده شد نظري جدا النادي الاهلي. انا رحت البرازيل، رحت الناحيه الثانيه في العالم. فباللحظه اللي جيت فيها هنا لافريقيا وكلوب مايور دو كونتيننتي، وشفت ان اكبر نادي في القاره نادي كان eu acho que o motivo do Gilberto e o Flávio mencionar نادي كان ممكن الواحد يحلم ان يبقى فيه فعلا، ان الدافع اللي فلافيو جيلبرتو قاله لي ان انا خلوني فعلا احلم بالنادي، بس الحلم ابتدى فعلا يبقى جد جدا من اللحظه اللي شفت فيها، تابعت فيها الدوري، شفت النادي بيلعب وجالي فعلا اتصال من النادي، ساعتها فعلا حسيت ان اللحظه اللي احلم فيها كويس. لو كلمتك، مش هكلمك على طموحاتك ومش هقول لك على الجماهير، كميه كومنتات حاجه جميله جدا بصراحه، يعني كلام كله بيتمنى لك البعد عن الاصابه خالص، كله بيتمنى لك التوفيق بشكل مش طبيعي، كله بيثني على موهبتك وعلى روحك كمان في الملعب اللي لسه. لكن لو قلت لك الفتره القليله اللي انت عشت فيها في الدوري المصري، حطيت ده على سلبيات في الدوري المصري؟ ايوا اشكي ميت اوبريغادا تودز. انا بشكر اولا كل الناس على المجاملات وعلى التعليقات الجميله. جمهور الاهلي ما بيجاملش، خلي بالك ما بيجاملوش، دول بيقولوا الحقيقه على طول في الوش على طول. انت ميت اوبريغاد كرم جدا. كنت ستيزك كوداريو مبلور اشكي اون كامبيوناتو، فتاكيد هدي احسن حاجه عندي
do que o campeonato que eu estava em Angola. Acho que é campeonato mais técnico. Faz chefe no Dauri da Obe, talab mini actor no Dauri Angola, ainda fiz faniat ala min Angola. Fa Angola, o Dauri é mختلفa, fia umfa actor. Mas faniat, zé hena, mختلف, fi faniat. Um pouquinho, vou acabando buscando um pouquinho as minhas raízes, que é o Brasil. Fa bi tigi, ma a nota fania, min gozuri fil Brasil, la ta fil Brasil. فلما جيت هنا وشفت هنا الامكانيات والمقدره عند اللعيبه هنا اللي عندهم موهبه اكثر لعيبه فنيات عاداتهم اعلى فيها اسرع فهنا جوده اللعب بتطلب من اللاعب انه يدي الموهبه مع القوه في اللعب. اوكي جمهورنا يا جماعه بيقول ان هو قال اسمه جيرودو وليس جيرالدو. احنا طبعا يا جماعه لسه دلوقتي كلنا متفاجئين ان هو اسمه جيرودو مش جيرالدو فاكيد هنصحح اسمه حالا دلوقتي. المراكز خلاص انا عايز اجيب لك بس يعني جاي له 2000 كومنتس على الوسائل كلها يا جماعه فانا بحاول اخد. الاهلي لا يعرف التعادل، الاهلي يعرف طريق واحد بس وهو المكسب. ده بدي ضغط عليك. Não, acho que não, acho que é o certo. Acho que todo time grande tem que النادي الكبير لازم دايما يجمع نقاط، لازم يجيب بطولات، لازم نركز دايما على الفوز ولازم نفتكر الفوز دايما ولازم اهم حاجه هي الفوز في الماتشات. فانا يعمل جزء من حياتي، يعمل جزء من تاريخي ان انا جيت هنا عشان اكسب مش عشان اتعادل. اسالك سؤال صريح شويه. أكيد أكيد. أوكي، لو جالك نادي بكمية فلوس كبيرة جدا وجالك نادي جماهيري وتاريخ وممكن تصنع فيه المجد، ممكن النادي اللي جالك بفلوس كبيرة جدا ممكن تروح منه على نادي أكبر، تختار إيه عقليا قبل ما يكون قلبيا كمان؟ Escolhi o Al-Ahli pela história. Ela اخترت النادي الاهلي فعلا عشان التاريخ. النادي الترجي. حط الفلوس على الترابيزه، لكن النادي الاهلي حط التاريخ على الترابيزه، فانا اخترت التاريخ. فانا شايف مهم جدا. بصراحه يعني بصراحه جميل. فالتاريخ مهم جدا. اللعيب يكون عارف فعلا تاريخ النادي اللي هيلعب فيه والتيشيرت اللي هيلبسه. انا بحييك جدا. بحييك جدا 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 يعني بصراحه اجابه انا كنت متوقع تقول بس انت جبت من الاخر خالص. التاريخ دايما اقول لك كمان كومنت بمناسبه الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، رشاد الظابط بيقول لك نصيحه، اشتري مصلحه النادي لان احنا كجمهور لا ننسى من يقف وراء النادي الاهلي ونتمنى لك التوفيق. شكرا جدا. انا جيت فعلا جيت هنا عشان اعمل تاريخ فعلا، ما جيتش هنا ورا فلوس ولا حاجه. جيت هنا عشان اعمل تاريخ فعلا وبمعرفتي بالنادي عارف ان اهم حاجه هي تاريخ النادي، لان ممكن اروح في حتت كتير اكون محبوب فيها واعرف الناس. فانا بالنسبه لي اهم حاجه التاريخ. انا بالنسبه لي كانسان اهم حاجه بالنسبه لي ان اخرج بابتسامه على وشي ان انا فعلا سبت تاريخ هنا، ولما يتم استقبالي في اي وقت في الاحضان الناس هنا. انا يعني ان شاء الله ان شاء الله هيكون ليك معزه خاصه في قلوب جماهير النادي الاهلي بروحك اللي انا شايفها، وكمان في الملعب كمان. يعني انا في لعيب بيقول انا بعمل وهعمل وهعمل وهعمل، لكن انت عملت حتى لو في مباراه، حتى لو في شوط، حتى لو في لعبه، بيبان قوي اللعيب اللي هو بيلعب بروحه وبيلعب بقلبه وشكل النادي الاهلي، غير اللي بيقول هعمل وهوعد وهو لسه ما عملش اي حاجه حتى لو في لعبه واحده بس. جمهور النادي الاهلي قادر ان هو يعرف شكل الاهلي في لعيبه. Realmente obrigado. Eu acho que ainda não mostrei nada daquilo que eu sou capaz no clube. Espero poder. أنا أتمنى إن أقدر فعلا أعمل تاريخ كبير، وبالتأكيد هدي أحسن حاجة عندي وهبين فعلا إن أنا عندي مقدرة إني أدي أقصى حاجة فعلا لمساعدة النادي.
في حد بيقول انا شايف طريقه لعبك زي محمد بركات. تعرف محمد بركات ملك الحركات؟ كويس كويس. ايه ده الجوجاد؟ عارف عارفه يعني الجماهير بيقولوا ان طريقه لعبك شكل محمد بركات، لكن محمد بركات لا، اعتقد ان هو ليه اسلوب تاني غير عشان بس بقى خلاص لازم اقول اسم صح، جيراودو. جيراودو لا بيجاوب بصراحه، لا يعني بصراحه في اسئله كتير جدا وعايزين نقعد شويه كمان مع هذا النجم الكبير جدا جدا. وانت صغير بقى، وانت صغير لما بدات تلعب كوره كنت رايح لفين في طموحاتك؟ يسيب سويه مويتو جرانج. دايما كنت بحلم احلام كبيره. فانا دايما بحلم بالفطره. وجا سويه جوغا بولا، بس ا ميا فاميليا نو بارتيسيبافا ديس ميو سوي نو مي اكومبانياف. انا كنت دايما بحلم اني العب كوره بس عيلتي ما شاركتنيش في الحلم ده، لان يو كوميسي فوي با سيليكسيون سوب تيريز. لما ابتديت في الاول في المنتخب تحت 13 سنه ساعتها فعلا عيلتي لاحظت ان عندي موهبه وابتدت فعلا تشاركني الحلم ده وابتدت تتابع معايا. فانا من طفولتي وانا عندي حب للكوره، بس حصل لي مشكله مرضيه وانا عندي 10 سنين، بس كملت برضه حب للكوره فعملت كل حاجه عشان اوصل لاحلامي، لان دايما بحب احلامي تتخطى مقدرتي اللي اقدر اعمله، فدايما بحلم احلام كبيره. ان شاء الله توصل انت عايزه ان شاء الله. عايز تعرف الاكل ولا انت عندك اكله مفضله؟ لا اشتريت سبيكو اكل. حابب اعرف ايه هي الاكلات المصريه اللي بيحبها الشعب المصري؟ انا حبيت جدا العيش المصري، شايفه عيش جميل جدا والاكل المصري، بس عايز اعرف ايه الاكلات اللي هي كلت ايه؟ كلت ايه قول لي؟ اكلت ايه وعلق معاك شويه؟ ايكوميو بان عرب، العيش عجبني، العيش والجمبري كمرون عجبني باستاج. غوستيد كوميدي سي كوميا رويس. اكلت رز، اكلت مكرونه، كومي باستاج، اكلت كتير حاجات كتير ليها دعوه اكتر كون برازيل، قريبه من اكل الانجولي والاكل البرازيلي. فاكلت اكل هنا مصري فعلا. انا مش عايز اقول لك الاكل بيتخن، في محشي عندنا بيتخن، وفي بط بيتخن، وفي حواوشي، وفي الفته، وفي قول يا جماعه مين يا جماعه، احنا كنا بنروح لمين يا جماعه؟ الكبده والحاجات دي. لا اكلت كبده كتير فعلا. اكلت كده. شفت ده احنا عندنا اكلاتنا تتخنك، احنا مش عايزك تتخن. كشري. ايه تاني؟ ايه تاني يا جماعه؟ الفول والطعميه طبعا، دي من اشهر الاكلات المصريه الشعبيه، فول وطعميه. اكلت فول وطعميه؟ لا. لا احنا لازم، احنا لازم يا جماعه. فين رجاله النادي الاهلي؟ انت ما حضرتش بقى حسام عاشور، كان محتاج اينو معاه واحمد شديد. تمام. داش فروت زكي سو مينتو بوش فروت سو مينتو. الفواكه هي جميله جدا ومسكره في مصر. انا هعزمك على اكله مش هتنساها. الفايكم وعد. هعزمك على اكله مش هتنساها. اخر حاجه، مع ان انا يعني نفسي اطول معاك، لكن طبعا معانا نجم كبير جدا جدا كابتن مختار مختار اللي شرفنا بعد قليل مع النجم عمر ربيع ياسين. اخر سؤال، لاسارتي وفكره الجديد، انت جاي مع مدرب جديد، الفكر بتاعه شكل اللعيبة ولا هيختلف شوية مع اللعيبة؟ ننتجي السؤال الثاني معلش. ننتجي مويت بيا بيرغون كابتن معلش. الفكر لاسارتي الجديد اللي بيحاول يطبقه مع النادي الاهلي، هل هو شكل لعيبه النادي الاهلي؟ يعني لعيبه الاهلي قادرين ان هو ينفذوا فكره بسرعه ويستوعبوه، ولا محتاج ان هو يطور شويه من امكانيات لاعبين النادي الاهلي؟ كلير؟ ايوا اشكي اشكي اون ترينادور كي بينسا باستانت ان ترينادور. وانا شايف انه مدرب بيفكر، وشايف انه مدرب ممتاز. مود جوغارد
بيطبق نظام لعب مختلف وفعلا لعيبه ذكيه وقادره تطبقه وقادره تفهمه فانا شايف ان هي تفكيره فكر كويس وجايب نتيجة مع اللعيبة وهيبقى نتيجته فعلا تظهر أكتر لما الأهلي يكسب البطولة بس عامة اللعيبة كلها راضية بالسيستم اللعبة ده وحابة الشغل esquema tático para nós jogadores e nos deixa satisfeito com aquilo com a nossa correspondência dentro de campo o تفاعل اللعيبه مع السيستم دوت جوه الملعب ده بيخلي المدرب مبسوط cruzamento ele vem naturalmente quanto mais tempo de jogo شايف ان كل لما الوقت اللعب بيزيد اكتر كل ما الناس بتتعود اكتر على السيستم فشايف خطوه خطوه شايف ان الفريق هيبقى اقوى دايما مع كل خطوه لقدام جميل لازم اقول لك مين وقف معاك قوي في حياتك لغايه دلوقتي ميو باي والدي انا كوميغو حد كان معايا كل يوم ورا يوم alguém que está sempre presente حد دايما حاضر في حياتي في اللحظات السيئه او في اللحظات الكويسه دايما جنبي استنى سواء اللي نو كان يلوجيا sempre fala que não tá bom عمره ما بيجاملني então mesmo quando eu faço gol mesmo quando حتى دايما بينتقدني وده حتى لما بيجي جوان حتى لما بلعب كويس بيقول لي لا ما لعبتش كويس برضه دايما عايز اكتر مني هي دي طريقه eu gosto quando eu chego em casa falo que sei que você gostou mas também sei que eu preciso عايزني ادي اكتر دايما حتى لما بروح البيت بقول له انا عارف انك عجبك لعبي النهارده بس انت عايزني ادي اكتر فهو شخص مشي معايا دايما كل يوم في لحظات الحزن دايما كان بيبكي معايا في لحظات الفرحه بيفرح معايا جميل قوي ربنا يخليه مراتك وابنك امك Muito obrigado. Como é? Acho que o meu príncipe chegou agora, né? Então, a minha mãe é alguém fantástica. Ibnu wasal dirwati مراته ووالدته شخصيات ممتازه في حياته. دايما então, isso me motiva. بتديله الدافع وبتشجعه. دايما العيله كلها بتشجعه انه يكون احسن. اخر حاجه اقولها لك كمان الاهلي او معظم اسئله نادي الاهلي بيقولوا لك ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيك ونتمنى ان انت تبقى قد ثقتنا فيك ممكن تقول لهم حاجه لو عايز eu agradeço muito a confiança بشكر جدا ثقه الجماهير فيا وشايف ان حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان يبقى عندي الثقه ديت انا مبسوط جدا بيها واكيد هدي احسن حاجه عندي عشان ان الثقه ديت ما تتكسرش وتفضل دايما موجوده واديهم الفرحه والسعاده نورتني وشرفتني شكرا جدا ومبسوط جدا ان انت جيت القناه هنا والجماهير استمتعت بوجودك وانت حد جميل قوي انا عارف ان انت مش هادي بس واحده واحده شوية شوية فعلا هتعود على الجو هتأقلم اكتر وفعلا انا كنت مرتاح في الانترفيو دوت عشان قدرنا نعمل انترفيو جميل فحاجة جميلة ان انا بعمل انترفيو وانا حاسس بيه براحة ومن غير اي توتر فالحاجة جميلة جدا انت جميل اصلا وانا اللي مستريح جدا معاك برجاوي عايز يوريك حاجة او عايز يوريه حاجة تعال نشوف برجاوي محضر لك ايه يلا برجاوي بسرعة كده أنا خلاص أقلمت على الجو هنا وبسمع الأغاني المصرية من شوية بسمع البرنامج وحد حط المزيكا ديت وعجبتني وطلبت إن أعلي المزيكا فعجبتني فعلا أنت بقيت واحد مننا وإن شاء الله تبقى جزء من تاريخ النادي الأهلي وعجبتني أحلى ما في الحلقة دي عجبني قوي كلامك لما قلت انا اخترت الانجازات والبطولات وبعدت عن الفلوس خالص دايما اللي بيختار كده او دايما اللي ما بيدورش على الفلوس الفلوس هي اللي بتجري وراه دور على نفسك ودور على ذاتك وان شاء الله جماهير الاهلي دايما هتبقى في ظهرك وكلنا في ظهرك وان شاء الله تسطر حروف من ذهب
في اسمك في النادي الاهلي. Muito obrigado. Dinheiro um dia a gente tem mais uma história. الفلوس ممكن بتيجي انما ال 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 التاريخ بنبنيه. فمهم جدا ان حد بيبني التاريخ، انما اي حد بيشتغل ممكن يجيب الفلوس، انما التاريخ مختلف، التاريخ بيتكتب. شكرا جدا. وان شاء الله هنتابعك وان شاء الله تيجي تنورنا تاني بعد ما تكون حققت بطوله مع النادي الاهلي. كان معايا النجم الجميل اللي حضراتكم شفتوه، وحاجه جميله قوي وحاجه فعلا شكل النادي الاهلي، جيراودو. جيراودو خلاص نحاول نصحح بقى احنا كل الاسامي حتى المعلقين كمان، جيراودو وليس جيرالدو. نورتوني وشرفتوني. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير جدا 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 كابتن مختار مختار، نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي نادي الانتاج الحربي، بصحبه الزميل عمر ربيع ياسين. استنوه.